بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الأحاديث القدسية، ونورد في حلقتنا هذه حديثا من أجلها وأعظمها، وهو الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال الله تعالى: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. هذا حديث عظيم يبين ما لهذه الكلمة العظيمة من منزلة عند الله وما فيها من فضل، وأنها الكلمة التي اختارها الله لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وعلمه إياها ليذكره ويدعوه بها، فدل على أنها أعظم كلمة وأنها أفضل الذكر، لأنها كلمة الإخلاص وعنوان الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي تتكون من نفي وإثبات. فالنفي يعني إبطال جميع الآلهة المعبودة من دون الله من أصنام وقبور وجن وإنس وملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء، والإثبات يعني إفراد الله تعالى بالعبادة واستحقاقه لها دون ما سواه. ولا بد من النطق بهذه الكلمة بركنيها النفي والإثبات، بخلاف ما عليه المبتدعة من الصوفية الذين ينطقون منها بلفظ الجلالة فقط فيقولون الله الله، أو ينطقون بضمير الغائب فيقولون هو هو. وقول موسى عليه السلام: يا رب كل عبادك يقولون هذا، لأنه أراد شيئا يختص به يذكر به ربه عز وجل، لأن الله اختصه بتكليمه، بين الله له فضل هذه الكلمة وأنه ليس هناك شيء من الأذكار يساويها أو يعادلها مع سهولة نطقها ووجازة لفظها. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب والسنة. قد بين الله سبحانه أن هذه الكلمة لو وزنت بالسماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله سبحانه، والأراضين السبع ومن فيهن من السكان، أي لو وضعت هذه الأجرام العظيمة ومن فيهن من السكان سوى الله سبحانه في إحدى كفتي ميزان، ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى، لرجحت بالسماوات والأرض وسكانهما، فدل على أنها لا يعادلها شيء، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وإثبات التوحيد لله عز وجل، فهي أفضل الأعمال وأساس الدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهي الحسنة التي لا يوازنها شيء. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحديث يدل على أن هذه الكلمة هي أفضل الذكر. قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وكما أن هذه الكلمة
ترجح بجميع المخلوقات العلوية والسفلية، فهي كذلك ترجح بجميع صحائف السيئات. فقد روى الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا في من نطق بهذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها من البراءة من الشرك وإخلاص التوحيد لله عز وجل، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي خلقني فإنه سيهدين. ومعنى هذه الكلمة يجب أن يعرفه الإنسان قبل كل شيء ثم يعمل به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. أما مجرد النطق بها من غير اعتقاد لمعناها ولما دلت عليه فإنه لا ينفع. فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لا يعتقدون معناها. وكذلك من نطق بها ولم يعمل بمقتضاها من البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله، فهو ينطق بها ويدعو الموتى ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح لهم باسم التوسل بالصالحين، فهذا لا ينفعه النطق بلا إله إلا الله، لأنه أتى بأعمال تناقضها وتبطل مفعولها، كما عليه عباد القبور اليوم، وكما عليه أصحاب الطرق الصوفية المنحرفة. وكذا كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا ينفعه النطق بلا إله إلا الله ما دام لم يتب من هذا الناقض ولم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، لأن الإنسان حينما ينطق بهذه الكلمة فقد أعلن البراءة من كل معبود سوى الله، والتزم إخلاص العبادة لله وعاهد الله على ذلك. فإن وفى بعهده فهو الموحد الذي تنفعه هذه الكلمة، كما نفعت صاحب البطاقة، وهو حري أن تكفر عنه جميع السيئات، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن نكث هذا العهد وخالف مدلول هذه الكلمة وراح يطلب من الموتى ويستغيث بهم لم ينفعه النطق بها، ولو كرره عدد الأنفاس، ولو جعل له أورادا يرددها كل صباح ومساء، كما عليه أهل الأوراد الصوفية. فليس المهم تكرار النطق بهذه الكلمة، وإنما المهم تحقيق ما تدل عليه ظاهرا وباطنا. جعلنا الله من أهلها العاملين بمقتضاها. وهناك فئات من الناس لا يعرفون معنى هذه الكلمة، بل يظنون أن معناها لا خالق ولا قادر على الاختراع إلا الله، فيكون معناها عندهم إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وعلى هذا يكون كفار قريش موحدين عند هؤلاء، لأنهم يعترفون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وكفى بذلك جهلا وضلالا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله مع حديث آخر من الأحاديث القدسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.